السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم مع فاطمة. وصفة اليوم لي ماكارون غادي تشوفوهم بطريقة جد مبسطة وسهلة وفي متناول الجميع. فقط ب 150 غرام تاع مكسرات تحصلت على 65 قطعة نتاع ماكارون. سنمر مباشرة إلى طريقة التحضير. بسم الله. اول حاجه نحضروا لاكاناش. هنا راني واضعه في الاناء 150 غرام او 150 مليلتر تاع كريمه الطهي السائله او كريمه شونتيي سائله. غادي نضيفوا لها 150 غرام نتاع الشوكولا، اي شوكولا نتوما تبغوها. انا وضعت حبيبات الشوكولا، تقدروا توضعوا ان طابلو دو شوكولا. غادي نخلطوهم قليلا. غادي نوضع الاناء في الميكرووند حتى الشوكولا تذوب، تقدروا تذوبوها في حمام مائي. هذا هو الحجم تاع لي ماكارون. غادي نخلوه يبرد على درجة حرارة الغرفة. بعد ما يبرد نغطوه ونوضعوه في المبرد باش يتكاتف. هنا فقط ملاحظة، إذا ما كانتش عندكم حاضرة كريمة شونتيي سائلة في مكانها، تقدروا توضعوا كريمة الطهي 35%، ولا ما كانش أيضا عندكم حاضرة تقدروا توضعوا الحليب، لكن الحليب وضعوا فقط 80 مللتر بالنسبة ل 150 غرام نتاع شوكولا. سنحتاج الى اللوز 150 غرام والسكر الناعم او سكر غلاس 150 غرام. بالنسبه لللوز، الا كان عندكم حاضر هذا اللوز اللي يجي على شكل دقيق، لا فارين داموند، يجي رقيق، هنايا مباشره تخلطوا السكر مع اللوز وتستعملوه في الوصفه. لكن هذا اللوز اللي استعملته هو نفسه اللي يديروا به تزيريات، شويه خشن. غادي نخلطوهم مع بعض ونطحنوهم، من بعد نغربلوهم باش نتحصلوا على القوام مثل الفارينه. تقدروا ايضا تستعملوا اللوز العادي، تطحنوه خشن وتدوا منه 150 غرام وتضيفوا له 150 غرام تاع سكر ناعم وتطحنوه في الطاحونه ومن بعد تغربلوه. الوصفه ايضا ناجحه بهذا اللوز. وهذه الوصفه تصلح ايضا بالكاوكاو، لكن اللي استعملتوا الكاوكاو حمصوه قليلا باش تكون عنده بنه مليحه. هنايا في الاناء غادي نخلطوا اللوز مع السكر الناعم، غادي نخلطوهم جيدا، من بعد غادي نطحنوهم في الطاحونه اللي تطحن القهوه، باش من بعد من نغلبلوهم نتحصلوا على قوام مثل الدقيق او الطحين. هنا بعد ما طحنت الخليط غادي نغربلوهم، يعني ضروري الحصول على قوام مثل الدقيق باش لي ماكارون يجوكم رطبين في المساحه العلويه. هذه هي الكميه اللي تحصلت عليها. والان سنشرح في عمليه التحضير. سنحتاج الى 4 بياض بيض ما يعادل 120 غرام، تقدروا تستعملوا حتى 130 غرام. وكاين البياض البيض الذي يباع في علب واجد، تقدروا تستعملوه، لكن خلوه على درجه حراره الغرفه لمده ساعه او 2 باش يولي دافي ومن بعد يخفق بسرعه. سنضيف قرصان تاع ملح، ملعقه صغيره او كيس تاع سكر فانيلا، وهنا السكر 150 غرام او 3/4 كوب، هذا الكوب الذي يزن 250 مليلتر نتاع ماء. غادي نوضعوا الاناء في حمام مائي ونقعدوا نخلطوا حتى نشوفوا السكر داب والخليط ولا دافئ. غادي نوضعوا الاناء فوق الكاسرونه فوق حمام مائي، ما لازمش الماء يكون يغلي، فقط على هذيك الحراره نقعدوا نخلطوا قليلا حتى نشوفوا السكر داب وايضا الخليط ولا دافي، يعني غادي نحضروا الميرينغ السويسريه. هنايا الخليط راه دافي والسكر داب، غادي نخفقوه، اما تخفقوه في العجان كما شفتوا معايا في الوصفات السابقه. لما كانش عندكم العجان حاضر فقط بالباتور العادي. هنايا فرغت الخليط في اناء اخر، من بعد راني نخفق فيه فقط بالضراب الكهربائي العادي. تقعدوا تخفقوا فيه حتى تتحصلوا على ميرينغ تكون متماسكه على هذا الشكل، ما لازمش تكون سائله. لو كانت تكون سائله لي ماكارون ما غاديش يجوكم، لازم تكون هكاك متماسكه. من بعد هنايا اضفت ملعقه كبيره تاع بودره كاكاو او شوكولا على شكل غبره، اضفتها للخليط نتاع اللوز والسكر اللي طحناهم. تقدروا تضيفوا ملعقتين الا بغيتوا الحصول على اللون بني داكن. في هذه المرحله تقدروا اضافه اي لون اخر، لكن لازم يكون على شكل غبره. ولا استعملتوا ملونات على شكل جل اضيفوهم في الاخير كاع من تكملوا تحضير العجينه.
وما لازم تستعملوا ملونات سائله. هذيك الملونات السائله لو كنت تستعملوها العجينه غادي تولي ايضا شويه سائله، ولي ماكارون ما يجوكمش. كما لاحظتوا خلطنا الخليط نتاع اللوز مع لا مورينغ، لازم تخلطوهم جيدا، ما لازمش الخليط يكون كثيف، وايضا ما لازمش يكون سائل، لازم يكون على الشكل اللي راكم تشوفوا فيه في الصوره، مين ترفدوا هكا بالملعقه يهبط ببطء. من بعد هذه العجينه وضعتها في جيب حلواني واستعملت هاد لادوي الفتحه تاعها بالتقريب واحد 5 ولا 6 مليمتر، واستعملت هاد لي طابي الخاصين بلي ماكارون. الا ما كانش عندكم حاضرين تقدروا تستعملوا ورق الطهي، صنعوا دوائر في ورق الطهي بالكريون، من بعد قلبوا هذاك ورق الطهي على الجهه وين ما كاينش الكريون باش العجينه ما تخلطش مع الكريون، ومن بعد تقعدوا تفرغوا العجينه. وكما راكم تلاحظوا ما لازمش تملؤوا جميع الدائره، خلوا واحد 3 مليمتر على المحيط، لان العجينه من بعد غادي تهبط وهذيك الدائره تتعمر. لو كان تعمروا الدائره من الاول غادي بعد كي تهبط لكم العجينه غادي تخرج على الدائره والقطع يتلاصقوا لكم. هنايا فقط ملاحظه، هذا الطابي كاين فراغات بيناتهم والعجينه المتبقيه وضعتها بيناتهم. وهذه الكمية نتاع العجينة عطاتني 65 قطعة تاع لي ماكارون، ماشي 65 فرديين، يعني كي لصقتهم تحصلت على 65 قطعة. هنايا لازم تخلوهم يرتاحوا قليلا من 5 حتى 10 دقائق، يعني كي تلمسوها كالمساحة العلوية تلقوها راهي ناشفة ما تلصق لكمش في اليد. هنايا نطيبوهم مباشرة، وما لازمش تخلوهم ينشفوا كثيرا، كي ينشفوا بزاف من بعد كي طيبوهم ما غاديش يكون عندهم هكاك الشكل دائري متحوف. بالنسبة للطهي غادي نسخنوا الفرن على درجة حرارة 160 درجة مئوية، ما يعادل 330 حتى 340 درجة فارنهايت، وغادي نطيبوا فقط بسنيوة واحدة، ومدة الطهي 10 دقائق، غير تشوفوهم نشفوا لكم تنحوهم من الفرن. من بعد هنايا من يبردوا لكم لي ماكارون عاد نلصقوهم. هذه لاغاناش او الحشو خرجتها من المبرد وراهي متماسكه، ما لازمش تكون سائله، لو كان تستعملوها سائله غادي من بعدها تخرج لكم من بين القطع. من بعد تلصقوا لي ماكارون تاعكم عادي وتكملوا بنفس الطريقه بالنسبه لجميع بقيه القطع. والكميه تاع 150 غرام شوكولا و150 غرام نتاع كريمه عمرت بها جميع هاد لي ماكارون، يعني 65 قطعه. من بعد لي ماكارون كي تلصقوهم ما لازمش الاستهلاك نتاعهم يكون مباشره، لازم وضعوهم في علبه وضعوهم في المبرد. لي ماكارون ما يتاكلوش في نفس اليوم حتى يباتوا، من يباتوا عاد باش يولوا مثل نتاع المحلات، وهذا هو الشكل النهائي نتاعهم. وهذه وصفه اخرى حضرتها، لكن هنايا كثرت شويه بودره الكاكاو باش تشوفوا الشكل نتاعهم كيفاش يجي. يعني الاولى وضعت ملعقه كبيره نتاع بودره كاكاو، وفي هادو وضعت زوج ملاعق كبار، هنايا وضعتهم في علبه وضعتهم في المبرد، وشوفوا كيفاش يجوا من الداخل. بالنسبه لملاحظه اليوم، الفرق بين لي ماكارون اللي حضرتهم اليوم ولي ماكارون اللي شفتهم معايا من قبل هي لا مورينغ اللي استعملتها. في الوصفه الاولى استعملت المورينغ الايطاليه، يعني السكر زدت له شويه ماء وضعتهم فوق النار، من بدا يغلي الخليط خليته واحد دقيقه، من بعد عاد اضفته لبياض البيض باش تحصلت على مورينغ. هذيك المورينغ تسمى مورينغ ايطاليه، لكن اليوم استعملنا المورينغ السويسريه، يعني كما لاحظتوا البيض مع السكر مع بعض وعطيتهم فوق حمام مائي، بعد حتى من داب السكر عاد خفقتهم وتحصلت على مورينغ. هذا المورينغ سموها مورينغ سويسريه. كاين ثاني وصفه ثالثه بالمورينغ الفرنسيه. وصلنا الى نهايه الفيديو نتاع اليوم، وان شاء الله يكون عجبكم. نقولكم مع السلامه والى الوصفه الجايه ان شاء الله.